السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزيكم يا قوم تفتكروا ال 11 برنامج بتاعوت الهجرة الخاصين بمقاطعة ساسكاتشوا اللي كنت كلمتكم عنهم قبل كده أنا شرحت لكم ثلاث برامج من ال 11 دولي باقي تسعة أو باقي كام باقي ثمانية إن شاء الله هشرح لكم ستة يعني في اطار الحلقه دي وكمان فيديو ولا اثنين قادمين ان شاء الله. الستة دول تقريبا شبه بعض لكن هم يعني فيهم شوية اختلافات عايزين نوضحهم الفئة المستهدفة في الست برامج دي هي الناس اللي موجودين في ساسكاتشوان شغالين وعايشين في ساسكاتشوان طبعا يعني من الطبيعي ان هم آآ آآ يدوروا على الناس اللي حواليهم اللي موجودين موجودين هنا افضل من الناس اللي موجودين برا بالنسبه للهجره خلاص دول ناس اثبتوا ان هم عايشين ويعني قادرين على الت التاقلم خلاص في ال في البلد هنا مش لسه هيقعد يقول لهم انتوا عندكم انتنشن كنتوا تعيشوا في ساسكاتشوان ولا لا والكلام ده كله عشان كده معمول لهم المجموعه دي من البرامج هي هو برنامج واحد اساسي و وت يعني وتقسم بعد كده الى ست برامج او يعني طلعت منه فروع الخمس برامج الثانيه هي فروع من البرنامج ده لما نتعرف عليهم اكثر هتعرفوا البرنامج الاساسي اللي هتكلم عنه النهارده وان شاء الله في فيديو ثاني هتكلم عن بقيه الفروع سواء كان في فيديو ولا اثنين على حسب الوقت اللي ممكن ياخده شرح البرامج دي تعالوا نتعرف مع بعض على البرنامج الخاص بالعماله الماهره اللي عندهم تصريح عمل ساري من اسم البرنامج واضح انه الفئه المستهدفه هم الناس اللي موجودين حاليا في ساسكاتشوان وعندهم تصريح عمل ساري، يعني الناس اللي برا ساسكاتشوان اللي برا كندا يعني الموضوع ده بالنسبه لهم مش مفيد لكنه مفيد من ناحيه المعلومات، الناس اللي بتسال دائما هو انا ينفع اجي كندا ادرس او اشتغل وبعدين احول الى اقامه دائمه ممكن ممكن يكون في اجابه في البرنامج ده للسؤال ده فتعرف تعال نتعرف مع بعض كده على الشروط عشان تعرف هو ممكن ولا لا. هو ممكن ولا لا من ناحيه انطباق الشروط عليك انت، هو بشكل عام ممكن في ناس عملوها وفي ناس اخذوا الاقامه لكن عشان تجاوب على نفسك انت وعلى حالتك انت الشخصيه تعالى اتعرف على الشروط عشان تعرف انت بالنسبه لك ممكن ولا لا بس حبيت أتأكد انه في ناس عملتها وفي ناس مشيت معهم الامور بس الله اعلم انت اللي بتسالني هتمشي معاك الامور ولا لا كل واحد وحالته في خمس شروط يجب توفرهم فيك علشان تقدر تقدم في البرنامج ده وفي فئه مستثناه من الموضوع ده من البرنامج ده هنتكلم برضو عنهم في الفيديو ده فخليك معايا عشان تعرف الشروط ومين الفئه المستثناه من الموضوع ده انا هتكلم عن الشروط بشكل عام التفاصيل انا تكلمت عنها في فيديو سابق هحط لكم رابط الفيديو ده الفيديو اللي هو الخاص بالعماله الماهره اللي عندها عرض عمل في ساسكاتشوان هناك تكلمت بالتفاصيل عن معاني الشروط دي هنا هاذكر شروط بس واللي حابب يفهم اكتر ايه معناها يرجع للفيديو هحط لكم اياه في في الروابط الشرط الاول انه يكون عندك عرض عمل دائم بدوام كامل من هنا في ساسكاتشوان في احدى مدن ساسكاتشوان لوظيفه ضمن النوك تصنيفه اللي هو تصنيفه يا زيرو يا اي يا بي او تكون ضمن الديزيجنيتد تريدز بالنسبه لساسكاتشوان الشرط الثاني انه عرض العمل بتاعك ده لازم يكون ابروفد من اللي هم وزاره الهجره في ساسكاتشوان الاس اي ام بي لازم يكون عندك الابروفال جوب ابروفال ليتر الشرط الثالث انك انت الشركه اللي هي لك عرض العمل ده لازم تكون شركه انت شغال فيها شغال فيها حاليا وبقالك شغال معاهم أكثر من ستة أشهر وكان عندك تصريح عمل يعني يتيح لك أنك أنت تشتغل عندهم، فأنت كنت شغال بشكل قانوني مش شغال بشكل غير قانوني، أنت لازم يكون عندك تصريح عمل وشغال عندهم لمدة أكثر من ستة أشهر وبيعرضوا عليك دلوقتي أنك أنت تستمر، هم حابين أنك أنت تكمل معاهم وبيعرضوا عليك تصريح عرض عمل دائم بشكل فل فول تايم اللي هو دوام كامل. هي دي الشروط اللي لازم تتوفر في الشركه اللي انت بتقدم عليها طبعًا مهم انها تكون نفس الوظيفه اللي انت شغال فيها حاليا هي نفس الوظيفه اللي بيعرضوا عليك انك انت تستمر في العمل معاهم على اساسها وهي اللي هتقدم على اساسها برضه لوزاره الهجره الكنديه في ساسكاتشوان. الشرط الرابع بالنسبه للغه اذا كان في حاله انه العرض العمل اللي انت موجود معك ده والشغلانه اللي انت بتشتغلها تعتبر ضمن الفئه سي اللي هو النوك بتاع كندا بس موجوده في الـ Designated تريدز بتاع ساسكاتشوان هتحتاج انك انت تثبت انك انت لغتك المستوى بتاعها اربعه على الاقل سي ال بي 4 واخر شرط الشرط الخامس اذا انت في وظيفه اللي هي ريجوليتد اللي هي محكومه بقانون وما ينفعش اي حد يزاولها يزاول المهنه دي الا من خلال يعني رخصه عمل او رخصه مزاوله المهنه دي فتلازم تثبت انك انت عندك الرخصه دي او انك انت تستحق انك انت تحصل على الرخصه دي بس خلاص لو الخمس شروط دي اللي هم سهلين جدا انا عارف اي حد ممكن طبعا هتضربوني دلوقتي بس هي مهمه للناس زي ما قلت اللي لو انت موجود في ساسكاتشوان فعلا تعرف انك انت ليك طريقه دلوقتي انك انت تحصل على اقامه هي حاجات صعبه اكيد مش اي حد يقدر عليها لكنه هي بتجاوب على الاسئله زي ما قلت للناس اللي بتقول لك انا طب لو جيت ساسكاتشوان لو جيت ساسكاتشوان وعندك اللي قدرت تطبق الشروط دي اهلا وسهلا البرامج دي تقدر البرنامج ده مفتوح ليك زي ما قلنا في اربع استثناءات اول واحد المستثنى من البرنامج ده وما يقدم عليه اي حد موجود في سكاتشوان آه اللي هو قدم على اللجوء مقدم على اللجوء ومستني نتيجه اللجوء بتاعته ده ما ينفعش انه يقدم على البرنامج ده حتى لو اكتملت الشروط الخمسه فيه ثاني ناس اللي هم ما يقدروش يقدموا على البرنامج ده اللي هو عرض العمل بتاعهم آه في قطاع الصحه دول ليهم برنامج خاص فيهم نتكلم عنه بعد كده وبرضو الناس اللي عرض العمل بتاعهم في قطاع الضيافة الأكل والشرب والنظافة إلى آخره في قطاع الضيافة برضو دول ليهم برنامج خاص فيهم هنتكلم عنهم ما يقدروش يقدموا عبر البرنامج ده واخر حاجه الناس اللي هم اجوا طلبه وخدوا آه تصريح عمل بناء على شهادتهم اللي خدوها من هنا احنا كنا قلنا قبل كده انه لو بيدرس هنا وبيشتغل في بعض التخصصات ممكن تدي لك تصريح عمل بحيث انك انت تشتغل في المجال اللي انت درسته هنا الناس دي اللي, اللي دي حالتهم برضه ما يقدروش يقدموا في البرنامج آه ده البرنامج ده اللي بتكلم عنه مره ثانيه اللي هو ايه اللي هو الاكزيستنج ورك بير밋 للسكيلد وركرز في ساسكاتشوان إذا كانت الشروط كلها منطبقة عليك تقدر تجمع الأوراق نفس الأوراق اللي أنا تكلمت عليها في الفيديو بتاع الـ International سكيلد وركرز اللي عندهم عرض عمل يا ترجع الفيديو زي ما قلت لك موجود في الوصف ترجع الفيديو وتشوف كل الدوكيومنتس المطلوبه هناك والفورمز اللي اتكلمت عليها برضو هتجمع كل ده وتفتح اكونت اونلاين وتقدم وتملى الطلبات وتعمل سكال الدوكيومنتس وتبعتها أه ترفعها اونلاين وهتعمل سبميت للملف بتاع كله اونلاين كل الشغل هيكون اونلاين وتتابع معاهم بعد كده ان شاء الله على الف خير وبالتوفيق وزي ما ذكرت في بدايه الفيديو البر... البرنامج ده هو تقريبا الاساس بالنسبه للناس اللي هم عندهم تصريح عمل وعايشين في ساسكاتشوان تصريح عمل ساري وعايشين في ساسكاتشوان مجموعة من البرامج الأخرى اللي انبثقت أو تفرعت من البرنامج ده لخدمة قطاعات معينة هم حابين أن القطاعات دي ياخدوا منها ناس أكتر يمكن عايزين يدوهم الأولوية فعملوا لهم برامج خاصة تقريبا نفس الشروط بعضهم اختلفت الشروط شوية من هنا ومن هنا هنتفرج عليهم إن شاء الله في الفيديو القادم فخلوكم معايا وتابعوا معايا الحلقة الفيديو القادم هو واحد ولا اثنين إن شاء الله هكون خلصت فيهم بقية الخمس برامج في 2019 وزارة الهجرة في ساسكاتشوان يعني حط هدف إنه هي ممكن تستقبل طلبات لعدد 1200 شخص في البرنامج ده مش البرنامج ده لوحده البرنامج ده ومعاه اللي هم قطاع الصحة الاثنين حط لهم هدف اللي هو 1200 آه ملف وعلشان نعرف انه يعني قد ايه الاقبال على البرنامج ده وعلى قد ايه الحالات اللي موجوده هنا في 1 اللي هي مطابقه للموضوع ده آه الى الان في 2019 تم قبول 115 ملف فقط من 1200 ملف ده التارجت بتاعهم ده الهدف كل اللي هم جبلوه في قط في اللي هم الناس اللي عندهم عرض عمل وعندهم تصريح عمل ساري وشغالين في ساسكاتشوان سواء بشكل عام ومعاهم الناس اللي في القطاع الصحي خدوا منهم إلى الآن 115 شخص فقط يعني قطاع مهم ومطلوب ومش موجود هنشوف برضو بعد كده إن شاء الله في البرامج الجاية كل قطاع منهم أو كل برنامج كامل عدد المستهدف وكم الى الان في 2019 اخذوا او قبلوا ملفات وطبعا ما نستغناش عن دعمكم المستمر والتشجيع الدائم اللي بتقدموا لينا سواء كان في صورة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وإذا عجبكم المحتوى كمان ريت اللايك والشير علشان أكثر ناس ممكن تستفيد من من المقطع ده وكمان يعني إذا عندك أي تعليق على محتوى الفيديو ريت تسيبوا لينا في التعليقات تحت